مثل الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي عابر للهوية الفرعية في العراق هو الأول من نوعه في البلاد منذ عام 2005، وحمل اسم تحالف إنقاذ وطن ضربة لجهود قيادة إيرانية بارزة استمرت نحو 4 أشهر للتوفيق بين القوى السياسية العربية الشيعية حيال أزمة تشكيل الحكومة. كما أغلق هذا التطور باب المفاوضات السياسية بين التيار والإطار قبيل ساعات من جلسة البرلمان المقررة لاختيار رئيس جديد. مصادر سياسية قالت لوان نيوز إن الزعامات الدينية في النجف وكربلاء قررت عدم التدخل لصالح أي طرف مع وجود تفاهم كبير من بعض المرجعيات الدينية لمشروع الصدر في حكومة الأغلبية الوطنية، ورفض تكرار نسخة ثانية من حكومات سابقة. النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي قال إن تحالف إنقاذ وطن ماض فيما اتفق عليه على الرغم من كل الضغوط والتهديدات التي مورست عليه خلال الفترة الماضية من خلال قوى داخلية وأخرى خارجية، ولا تراجع عن هذا المشروع إطلاقا، وأن التحالف سيتمكن من تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. هنالك نواب وقوى مستقلة ستكون داعمة بقوة لحكومة الأغلبية. مجمل هذه التطورات تكون في وقت تتحدث فيه مصادر خاصة لوان نيوز أن تحالف إنقاذ وطن بحاجة إلى 3 نواب فقط من أجل إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس.